التشيرة الجهادية مدينة مغربية أصيلة وأمازيغية توجد في الجنوب الغربي من المغرب قرب مدينة أكادير الساحلية وضمن عمالة إنزكان إتملول. تنتمي جهويا إلى المنطقة الواسعة والمسمات جهة سوسمة السدرعة، وتبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة. تتربع على منطقة منخفضة وسهلية بمحاداة الضفة اليمنى لنهر سوس، وتعرف بعاصمة الفن الأمازيغي لميلاد جل الفنانين بها. وبتاريخ 30 من شتنبر 2012 تأسس أول معهد موسيقي بلدي بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى وحبيب الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال هو يعني كيف أو لماذا المعهد الموسيقي البلدي داخل التشيرة الجهادية؟ ربما مسألة تكون ننطلق لها من منظور معاكس، ولماذا التشيرة الجهادية بدون معهد موسيقي ريحا من الزمن، مدة من الزمن التشيرة الجهادية بدون معهد موسيقي؟ هذا هو الإشكال اللي كان كيبان لي أنا. أما الطبيعي هو ضرورة تواجد معهد أو معاهد موسيقية داخل التشيرة الجهادية. التشيرة الجهادية كما كنعرفوا جميع هي عاصمة الفن، عاصمة الفن وعاصمة الفنانين في جهة سوسمة السدرعة. هذه العاصمة ديال الفن ضروري توجد فيها يعني المعهد الموسيقي، لأنه هو النواة أولا ديال التكوين، ثانيا ديال المحافظة على استمرارية الفن والفنانين داخل المدينة. ومن هنا جاءت هذه الفكرة يعني ديال تأسيس معهد موسيقي، بناء وتأسيس معهد موسيقي داخل مدينة التشيرة الجهادية. فتبلورت الفكرة بشراكة ثلاثية بين المجلس الجماعي، بين بدلة ديال التشيرة الجهادية وجمعية رياض سوس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فكانت هذه الثمرة هذه اللي حقيقة ضافت، يعني ما ليش نقول بأنها أتتت فقط المشهد الفني والثقافي داخل المدينة، ولكن اصبحت ركيزه اساسيه، لانه هذه كانت واحد الركيزه خاصه الاشتغال الفني والثقافي داخل التشيرة. هذه الركيزه هذه الحمد لله تاسست ودارت من اللي تاسس هذا المعهد الموسيقي. اضافه الى المجلس البلدي للتشيرة الجهادية، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شريكا أساسيا في تأسيس المعهد الموسيقي، إذ قامت بخلق الفضاء وتمويل جميع التجهيزات من آلات موسيقية وتجهيزات مكتبية. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع تنموي ينبثق من منظور شامل لبناء مغرب حديث، وتعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومبسطة. فلماذا فكرة المعهد الموسيقي البلدي للتشيرة الجهادية؟ بطبيعة الحال السؤال هو لماذا المعهد الموسيقي بالتشيرة، أو ما هي الدوافع اللي جعلت المشرفين على الشأن المحلي في التشيرة يقوموا بخلق هذه المعلمة ديال المعهد الموسيقي في التشيرة؟ الجواب غادي يكون أنه المشرفين على الشأن المحلي بداو كيحصيو الاحتياجات ديال الفئات باختلاف المشاريع ديالها، الفئات المجتمعيه ديال مدينه التشيرة الجهاديه.
واللي بطبيعة الحال من بين هذه الاحتياجات جاء الاهتمام بالشأن الفني وبالشأن الموسيقي. وبطبيعة الحال هذا الشيء اللي جعل هذه البادرة أنها تخرج من وجود وأنها تخلق، على الرغم من أن الآن هذه الطريقة باش تخلقت باقي كانت محول لأنها تكون أحسن، ولأنها لا على مستوى الفضاء اللي تخلقت فيه ولا على مستوى حتى المستفيدين من هذه البادرة. تأسست جمعية رياض سوس للتنمية يوم السبت 29 نوفمبر 2003 بمدينة تشارا الجهادية. بدأت الجمعية أنشطتها في مجال أنشودة الطفل لتكون الجمعية الرائدة في المجال، فأصدرت مجموعة من الأشرطة الغنائية التربوية الهادفة. وجمعية رياض سوس للتنمية هي المكلفة بتسيير المعهد. فكيف جاءت فكرة المعهد الموسيقي البلدي لتشارا الجهادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال هو كيف جاءت فكرة المعهد الموسيقي البلدي للتشارة الجهادية؟ بالنسبة للجمعية جاءت الفكرة انطلاقا من هذا المكان بالضبط، من داخل مقر الجمعية وأثناء جمع اجتماع يعني عام بين الأعضاء والمنخرطين، فجاءت فكرة إنشاء معهد خاص للموسيقى حيث ستدرس الموسيقى هنا بمقر الجمعية. وبعد إعداد الملف من دراسة الجدوى، من يعني توزيع الاستثمارات، من يعني الدراسة المالية وما إلى ذلك، لاحظنا استحالة يعني إنشاء معهد موسيقي خاص يعني داخل الجمعية. فجاءت يعني الخطة البديلة والخطة الثانية، وهي البحث عن شركاء للجمعية من حيث لإنشاء المعهد. فكان الباب الأول الذي قمنا بطرقه هو باب المجلس البلدي للتشارة الجهادية. فبعد مدة، بعد سنة من الاجتماع الأول، يعني كان يعني 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 قررنا يعني عقد اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي. فكان هذا الاجتماع هي يعني الخطوة الأولى لإنشاء هذا المعهد. فتم ذلك والحمد لله. وبعد جهد من مجموعة يعني سواء الأساتذة، اجتماعات الأساتذة، الطاقم التربوي، أعضاء الجمعية مع أعضاء المجلس البلدي، وفي دورة للمجلس البلدي يعني تم تخصيص يعني ميزانية من أجل التسيير، فعهد التسيير إلى جمعية رياض سوس. وكذلك يعني بالنسبة للآلات والمكان يعني الفضاء المعهد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فتم إنشاء هذا المعهد يعني بفضل من الله ومنة منه الحمد لله، فكان إنشاء هذا المعهد. إن ندرة وقلة المعاهد الموسيقية بالمنطقة يستدعي التفكير في تأسيس معهد جديد وبمواصفات حديثة يتوخى منه أن يقدم خبرة في مجال التعليم الموسيقي. المعهد الموسيقي تندوز من الطريق ولين ما ترد ليش البال، يعني بزاف ديال الناس ما تعرفوش فين جا. الناس شفتوا مجموعة ديال الإشهارات وحملات تحسيسية باش يعرفوا ليه الناس. الحقيقة ما كنعرفوش، حيت أصلا ما كانش حملات تحسيسية وتوعية لهذا المعهد اللي خص المسؤولين عليه يحملوا المسؤولية باش يكونوا قد المسؤولية، ليوريو الناس فين كاين هذا المعهد وتعرفوا به باش الناس حتى هما يعرفوا هذا المعهد. بالنسبة للمعهد الموسيقي للتشارة الجهادية، حنا نعرفوا بأنه راه كاين، ولكن ما عرفاش شنو فيه داخل الحديث له، ومازال ما داش شي نشاط اللي هو إشعاعي باش يكون هذا المعهد الموسيقي معروف لدى الساكنة ومعروف لدى جهة سوس كلها، لأنه أنا إليكم المعهد الموسيقي البلدي لمدينة تشارا الجهادية. المعهد الموسيقي البلدي لتشارا تأسس في سنة 2012 ومبادرة ديال عبد ربيه مع بعض الإخوان،
وجمعيه رياض السوس بشراكه مع البلديه. يعني كانت الفكره هي قديمه نظرا لاننا كنا نشتغلوا في الحقل الموسيقي، كانت الفكره قديمه وكانت كتلح على اساس اننا خصنا هذه المدينه يعني نهضوا بها في هذا المجال. فبفضل يعني رياض سوس ونجاحها اصلا في مشاريع سابقه يعني ارتأت انها تساندنا وتقدم هذا المشروع للبلديه. كذلك البلديه ما خيباتش وساهمت، لان حتى هي كانت كتطلع لهذا المعهد يعني من تاريخ يعني نقولوا 20 سنه تقريبا، لان المدينه هي مدينه كتجمع الفنانه وهي المدينه المعروفه في الجنوب مدينه الفنانه خصوصا الفن الامازيغي. فالحمد لله يعني النيات تجمعات وارتأت اننا ناسسوا هذا المعهد في هذه المنطقه هذه بدار الحي. المعهد فيه اطر تربويه اغلبيتهم اطر يعني ذو مستوى عالي من الثقافة الموسيقية والعزف الموسيقي، قرأوا أغلبيتهم في المركز التربوي الجهوي.